الحقيقة طبعا المشوار اللي أنا فكرت فيه إن أنا أخوض العمل الإعلامي من حبي لمهنة المحاماة وعشقي لمهنة المحاماة، وعندما أرى أن مهنة المحاماة أمام المجتمع وأمام الآخرين الناس كتير قوي قوي بتقلل منها، وإن احنا بنلاقي في الإعلام برامج حتى تتولى شؤون الكرة وشؤون الفنانات وشؤون المطبخ والطب كل البرامج التخصصية دي، وعدم التركيز على مهنة المحاماة رغم أن كل أفراد المجتمع بدءا من رئيس الدولة لأصغر فئة في المجتمع تحتاج إلى مهنة المحامي، مهنة لها رسالة لها قدسية. والحقيقة بجد لما فكرت في الموضوع ده إن المحامين هم الناس اللي بتحتاجهم، إلا أن التأثير أو التسليط الإعلامي عليهم مش موجود، فأنا قلت ليه إن احنا ما نبقاش موجودين، ليه المجتمع ما يشوفش الصورة الحقيقية للمحامين. وبجد المحامين كانوا المجتمع دايما بينظر لهم نظرة صعبة جدا، لكن بعد التنقية اللي قام بيها مجلس نقابة المحامين بقيادة النقيب سامح عاشور قد إيه رجع هيبة المحامي وكرامة المحامي وأهمية المحاماة، ومش أي حد يشتغل في المحاماة، مش بتاع توك توك مع كارنيه، سواق مع كارنيه، أي حد بيشتغل عمل حرفي مع كارنيه. فبجد دلوقتي النهاردة في قتال عشان الناس تتوافر فيها شروط الالتحاق بمهنة المحاماة، والنهاردة نقابة المحامين الحقيقة لما قامت بتدشين معهد المحاماة ده كان من أجل أن يكون هناك محامي بارع متميز مثقف على وعي قانوني واجتماعي وسياسي، وأن أنا كان لابد أن أبرز الدور الحقيقي من خلال الإعلام. واللي أنا شفته في المشاهد الأخيرة أن لقيت شباب بالمحاماة الناضج الواعي، وأكثر الناس حرصا على حب المحاماة، وأكثر الناس حرصا على ابتداع أفكار وطرق وطموحات من أجل أن تبقى المحاماة في مهنة راقية. فالشباب الحقيقة شكلوا ملحمة كبيرة في الفترة الماضية، ممكن يكون في بعض منهم خد الموضوع كشوء إعلامي، خد الموضوع إن هو حابب يظهر، لكن فيهم قامات كبيرة من الشباب خدوه بنضج بوعي بفكر عالي، عشان هو شاف أساتذته الكبار وشاف نقيبه العام نموذج مشرف للوطنية المصرية والوجه القانون المحترم، وشاف إن المحامي هو الفارس، هو الجد، هو الأمين على مصالح المواطنين والوطن. وأنا بشيد وبأكد دايما إن أنا بجد الكيانات الشبابية دي عملت حراك جديد وتفاعل جديد على أرض الواقع، حتى خلت كبار المحامين إن هم يسترجعوا المعلومات من تاني، وإن هم يكون عندهم استعداد للتنسيق والانسجام مع شبابنا، عشان ده يبقى هو الجيل القادم لقيادة مهنة المحاماة. أولا لولا تبني سيادة النقيب العام لطموح الشباب وأفكار الشباب ما كانوش لقوا المساحة اللي يقدروا بيها يظهروا بيها زي ما احنا شايفينهم على أرض الواقع. الحقيقة النقيب ذو فكر متجدد، ذو فكر واعي، ذو سياسة رشيدة، هو متأكد تماما أن المحاماة لن تبقى إلا بقيادة الشباب، وأن احنا لازم ندعمهم، والنقيب الحقيقة قدم لهم كل الدعم وكل الإمكانيات، وعمره ما تأخر على أي كيان أو اتحاد، ولا عمره عمل أي تمييز أو تفرقة بينهم، بالعكس هو داعم لكل الكيانات، ولكن ضدنا النقيب ضدنا أي كيان يستغل هذا الأمر في عمل مجرد الظهور أمام المحامين دون أن يكون لديه أفكار حقيقية، لديه أمور هامة تخدم نقابة المحامين، تخدم رسالة المحاماة. وأنا بقول لك بجد النقيب هو الراعي الأول والرئيسي لطموحات الشباب، بدليل إن هو الحقيقة لما لقى إن في انقسامات أو في صراعات بين هذه الكيانات، إحنا ليس ضد الصراعات، لكن صراعات تكون في جو تنافسي احترامي. إحنا عاملين زي ماتش الكورة، الكل المفروض يشارك، الكل يحاول يبذل أقصى جهد عنده عشان يوصل لهدف سامي محترم، لكن عشان يقلل من شأن الآخر ده مرفوض. اولا انا مع احترامي للشباب مشهد الجمعيه العموميه، انا لازم اشيد الاول بدور شيوخ المحاماه واساتذه المحاماه الكبار، الحقيقه هم اللي كانوا حريصين جدا على الحضور المتميز في الجمعيه العموميه، وطبعا
مشاركة الشباب رقم واحد كان لها دور في ان هم سهلوا على زملائهم واساتذتهم الكبار الوصول الى اللجان الانتخابية، لكن ان انا ما كنتش متوقع اطلاقا ان انا اشوف حشود كبيرة تتوافد من كل جمهورية مصر العربية تؤكد ان المحامين هم في المقام الاول، هم اعطوا رسالة للمجتمع والوطن ان هم ان احنا بنقول احنا عنوان القانون، عنوان الانضباط، عنوان الاخلاق، وان احنا لابد ان احنا نرسي مبادئ الديمقراطية. عشان نرسيها يجب ان نبدأ بانفسنا، وفعلا كانت نموذج لارساء مبادئ ديمقراطية حقيقية على ارض الواقع. محدش واجه حد يقول لا او لا، المحامي عنده إرادة، عنده وعي، عارف إن البنود اللي هو داخل يصوت عليها هل هي في صالح المحاماة، هل هي حقيقية أم لا. فبوعي المحامين أقروا بنسبة 90% بنعم للجمعية العمومية، نعم للمظهر الهائل للجمعية العمومية، نعم لرسالة المحاماة. عاشت المحاماة، مهنة حرة مستقلة.